مرحبا بكم في قناتكم تتثقف في دقائق. في هذا الفيديو سوف نستعرض مجموعة من الأسئلة الدينية مشوقة وممتعة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. فهيا بنا لنبدأ. من هو أقوى صحابي في عهد الرسول؟ القعقاع بن عمرو التميمي. كم عدد الصحابة رضي الله عنهم؟ 140,000 صحابي. من هو أكثر صحابي عاش؟ أبو حمزة، أنس بن مالك النجاري، الخزرجي. من هو الصحابي الذي لقب بالطيب المطيب؟ عمار بن ياسر. من هو سيد المهمين من الصحابة؟ عثمان بن عفان. من هو الصحابي الذي لقب بسيد القرآن؟ أبي بن كعب. من هو أقوى صحابي جسديا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من هو آخر صحابي توفي في مصر؟ أبو الطفيل عامر بن واثل الكناني. من هو أقرب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من هو الصحابي الذي كان يسلم على الملائكة؟ عمران بن الحصين. هل كان هناك صحابي من الجن؟ عمرو بن جابر. من هو الصحابي الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعيمان بن عمرو. من هو الصحابي الذي بكى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عند استشهاده؟ حمزة بن عبد المطلب. من هو الصحابي الذي رأى جبريل عليه السلام مرتين؟ حارثة بن النعمان. من هو الصحابي الذي نزلت الملائكة على صورته؟ دحية بن خليفة الكلبي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.